الشوط. لأن كامل شاهد الدجاج جاهزة. ينطلق متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام الشوط الرابع السباق التجريبي لدربي قطر الخيل المهجنة الأصيلة الإنتاج المحلي. الانطلاقة القوية كما نشاهد الآن مع 12 من الجاد المهجنة الأصيلة تتنافس على السباق الدربي التجريبي. الانطلاقة والمركز الأول مع مشعل العطية والجواد رعد الزعيم. والمركز الثاني خلونا نشوف المركز الثاني بونسيرا النايف للشيخ عبد الله بن ناصر الأحمد الثاني. المركز الثالث مزرعة الوسمية مع الجواد اللي هو ديبال لأسد مزرعة الوسمية بتدريب السيد محمد بن علي العطية مع ياسر رجب. المركز الرابع الانطلاق القوي مع محبوبة لسلطان أحمد الجابر على رابع المراكز وفي التقدم الآن. المركز الخامس كما نشاهد الجواد أبرار لسيد حسين علي بوكلام في الدفاع جميل حسن عبد الملك مع الجواد برنسس نور في المركز السادس والتقدم مع مرجان لأسد أمقر من ناحية استياج. تأخر من عمال لبعض الجياد ولكن نعود للصدارة ونعود للمركز الأول. الصدارة لا تزال مع مشعل بن علي العطية والجواد رعد الزعيم في انطلاقة قوية مع تيجو شي. المركز الثاني الجواد محبوبة لسلطان أحمد الجابر بوكنان. في المركز الثالث مع أبرار لحسين علي بوكنان التقدم إلى الجهة الداخلية بالشعار الأخضر كما نشاهد ثاقب بالدفاع قوي الآن. الخط المستقيم باتجاه خط النهاية رعد الزعيم على المركز الأول وعلى الصدارة. التحركات الآن مع محبوبة بالدفاع قوي محبوبة القادمة أبرار من الجهة الخارجية مرجان لأستاذ أمقر الآن مرجان يجدد ولكن رعد الزعيم على الصدارة. أبرار الآن تغير أبرار تغير لحسن علي بوكنان رعد الزعيم على الصدارة رعد الزعيم الآن رعد الزعيم ومرجان رعد الزعيم لمشعل بن علي العطية على الصدارة وعلى المركز الأول. مشاهدين الكرام كما نشهدها على الشاشة المركز الأول لرعد الزعيم لمشعل بن علي العطية مرجان لأسد أمقرن في المركز الثاني. المركز الثالث للجواد أبرار لحسن علي بوكنان. المركز الرابع شاهد المركز الرابع للجواد محبوبة لسيد عبد الله سلطان الجابر والمركز الخامس برنسس نور لحسن علي العبد الملك. تهانينا والف مبروك. الفائز بالشوط الرابع المدرب جاسم الغزالي. ألف مبروك الفوز. ألف مبروك للمدرب جاسم الغزالي والسيد المالك مشعل بن علي العطية الحاصل على المركز الأول وصورة تذكارية للجميع. ألف مبروك.